كمان مره للتاكيد السوفت سكيلز تبعت الداتا ساينس، انه لازم يكون في عندك معرفه بالدومين، دومين نوليدج، لازم تقرا عنه. كل دومين انت بتدخله بالنسبه لك راح يكون جديد وما كانش انت دخلته قبل هيك، سواء كنت في مجال الطبي بتتعامل مع صور الاشعه كيف بدك تتعامل معها، او انه انت عندك بيانات من الدومين تبعت النباتات. مهاره البروبلم سولفينج حكينا انه هذه مهاره كثير مهمه جدا، وانت ممكن تسقلها بالبرمجه، وزي ما حكيت انه يعني في المرات القادمه يعني انه خلال يعني لغايه نهايه الاسبوع حكون طلبت منكم الاساينمنت الثاني على الهاكر رانك، انه انت تجيب نجم معينه في البروبلم سولفينج. البروبلم سولفينج هذه كثير كثير مهمه، انت في البدايه ممكن تتغلب فيها في البدايه، لكن بعد هيك تتعود وبصير في عندك المهاره هاي. تمام، لازم يكون في عندك كوميونيكيشن سكيلز، لانه انت بدك تتواصل مع الكلاينت وبدك تحكي معاه، وهنا بطلب منك انه انت ترفع مستواك كذلك في اللغه الانجليزيه، لانه بدك تتواصل مع الكاستمرز في هذا الاطار، وبدك انه انت تحكي معاهم. لازم يكون في عندك برزنتيشن سكيلز. تمام، برزنتيشن سكيلز انه انت بدك تعرض الحل تبعك ويكون مقنع للكلاينت بالنسبه لك. هذه شغله كثير مهمه، لازم يكون في عندك هاي المهاره. كذلك الستوري تيلينج. ايش الستوري تيلينج؟ انه انت تخبر قصه، انه انت تيجي في عندك تحليل، انه زي ما حكينا انه المره الماضيه على سبيل المثال انه احنا هذه حاله البراند تبعتي انه هيك كان بوزيتيف، تمام، وهنا كان نيجاتيف. فبالتالي انه في الفتره هذه لازم انه يكون في عندك مهاره الستوري تيلينج، وانه انت تقدر تربط الامور مع بعض وتخبر الكاستمر انه والله خلال هذه الفتره انه صار كان في عندك انه منتج سيء هو اللي اثر على حاله البراند تبعتك في هاي الفتره زي هيك. تمام، كذلك مهاره الرايتنج، لانه انت برضه حتكتب تقارير. مهارة كرياتيفيتي، انه يكون في عندك انه انت تقدر توجد حلول ابداعيه. كريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي. تمام، واهم شغله في هدول الشغلات اللي هي اللايف لونج ليرنينج، زي ما ذكرنا انه لازم يكون في عندك القدره انه انت تتعلم باستمرار، لانه هذا المجال يعني مش انه انت اخذت الكورس التدريبي خلاص، لا، بدك تستمر الى ما بعد الكورس التدريبي، انه انت تتعلم كل مره وصفات جديده او طرق جديده في هذا المجال. تمام؟